هو انتخابات بناء على شنو؟ احنا الانتخابات اللي نطالبوا اللي طالبوا بها الشمعات هما انتخابات بناء على الدستور 2014 هو بدل الدستور وهو هو 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 ذلك الحمار الذي اكل الدستور هو كلا الدستور وبالتالي دستور جديد ما اعطاناش اليه للانتخابات هو اصلا الان عندنا ازمه دستوريه يعني حتى باش تصير انتخابات بناء على اي قانون؟ على قانون اللي هو ماخوذ من دستور 2014 لان دستور 2014 يقول الانتخابات قامت في 2019 الانتخابات اللي بعدها تقوم في 2024 هو جاء 22 ولا قداش وغير عمل دستور جديد احنا عمل دستور جديد نحن توا امام هذه الازمه وهذه الورطه هو قيس مش فقط مش عامل الانتخابات هو مش قال لنا شنو القانون اللي باش مش يعمل مش يعملوا بناء على قوانين نتاع الدستور نتاعو يعني الدستور هذاك وحده هو عمل عملوا يفسخ ويكتب ويفسخ معناه اه ينشر في الرايد الرسمي ويعاود يفسخ كي كان واحد في الفيسبوك ويعمل اديتنج فهذا هو هذا هو نحن ما عندناش ما عندناش معرفه